السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم متابعين قناة دواجن السياحي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. مثل ما نشرت لكم بالمقاطع السابقة عن افراخ السمان واحتياجاتها واسباب نفوقها، عندنا اليوم المعلف افراخ السمان. قلت لكم بالمقاطع السابقة، قلت لكم بانه المعلف اذا كان الاملس ملاس الارضية مالته، افراخ السمان بعمر يوم او يومين راح تعوق عندك. فالمعالف الموجودة بالسوق كلها مستخدمها اني بفترة التربية مالتي اللي هي صارت تقريبا 3 سنوات انا مستخدمها، وجربتها كلها ما جابت نتيجة وياي، لانه عندك المعلف الاوتوماتيكي او الكيلو او الكيلوين مال الافراخ، تخلي بالاكل الافراخ تدخل بين الفتحات مالته وتختنق داخله، او متلوح الاكل الناعم ويبقى بس الاكل الخشن ينزل، العلف الخشن ينزل بيه، وبالتالي ما ياكلن الافراخ. عندنا المعالف بالسوق يصير مثل هاي، بس ما بيها السلك هذا، هاي نفس الشيء همنه تاثر على الافراخ، لانه يصير اول شيء مرسه، وثاني شيء يصير عندك يقوم يخلصن الاكل بسرعه، لانه نثرن برجليهن. مثل ما تعرف طير السمان مثل الدجاج، ينبش برجله، ينبش الاكل، يبحش الاكل برجله، يدفره ويشمر الاكل على صفحه، هاي يخلص الاكل عندك باسرع وقت. اليوم حبيت اشوفكم هذا المعلف. انا طبعا هذا المعلف انا صنعته اكثر من مره لافراخ السمان. المعلف يعني جدا بسيط، ما يحتاج كل شيء، يحتاج خشب، حتى الخشب تقدر ما تشتري، يعني عندك هاي الخشب، هاي الزوايا مالته، هاي تلقاها عند النجارين يذبوها، اللي هي يصير السمك مالتها، السمك مالتها سنتيم او سنتيم ونص، هاي عند النجارين يذبوها. انا بالنسبه لي اكو نجار يمي قريب اجيبهن من عنده، لانه هو يذبهن انا اجيبهن من عنده. وحتى قطعه المعاكس ايضا هاي يذبونها، هاي احجامها صغيره يذبونها. يعني المعلف يعني غير مكلف نهائيا، احسن ما تشتري معلف 2000 3000 5000 دينار، اصنعه بنفسك ووفر لافراخك. همينا معلف صحي من ناحية الشلل، حتى لا ينشلل رجليهن، ومن ناحية توفير العلف. فعدنا هسه اشرح لكم عنه. هو طبعا معلف جدا بسيط، 4 اضلاع بيه، 4 اضلاع وحسب الحجم اللي تريد تسوي. انا بالنسبة لي عندي الحضان مالته كبير، فاستخدم معلف 70، الطول مالته 70 والعرض مالته 30 او 35، لانه الحضان عندي كبير. اذا كان مكانك صغير سوي معلف اصغر من هذا، واذا كان كبير سوي بقد هذا واكبر من هذا، تقدر تسوي نفس الشيء ماكو فرق. بس اهم شيء ارتفاع يكون مو اكثر من سنتيم ونص سنتيمين، لان الافراخ بالايام الاولى، يوم الاول او يوم الثاني، يعني حجمها صغير وما تقدر تصعد مكانات عالية، اكثر من سنتيمين ما تقدر الافراخ تصعد عليه وبنزلتها تتأذى. فعدنا المعلف هذا اللي هي 4 اضلاع حتى محتاج بسامير، مجرد كابسة، اذا عندك كابسة او تريد تثبتها بسامير بعد بكيفك، كابسة لاني 4 اضلاع وندق لهن معاكس او فايبر، خشب فايبر او معاكس بالجهة الثانية. صار عندك هسه المعلف، هاي الارضية مالته اللي هي جوا المعاكس، وصارت هاي الاضلاع فوق المعاكسة، الاضلاع صار ارتفاع المعلف سنتيم او سنتيم ونص او سنتيمين. فنجي فوق السنتيمين او سنتيم ونص اللي هو هذا، نخلي هذا السيم، هو مو سيم طبعا، هو سلك بلاستيك، انا افضله تقدر تستخدم السيم
السلك المعدني، بس هذا البلاستيك افضله لانه ما ياذي الافراخ، ما ياذي رجلين الافراخ، وبنفس الوقت يتشلبن بيه براحه ان الفتحات كبيره ويقدرن يمدن مناقيرهن ياكلن الاكل بداخل المعلف، وبنفس الوقت ما يطشرن الاكل لانه الطير مني يحرك رجليه يطخ رجليه بالسيم فما يضرب الاكل برجله ويطشره. هذا السيم طبعا هو المتر مالته، تقدر يعني انا هسه عندي هذا المتر الواحد يسوي لي 6 إلى 7 معالف، وهذا السيم اللي عندي، هذا السيم، هذا المشبك نقول عليه مشبك، هذا متوفر بكل المحلات الإنشائية، هذا سعره ما يتجاوز المتر مالته 1000 أو 1500 دينار، تقدر تسوي بيه قد هذا المعلف 7 أو 8 معالف تقدر تشتغل بيه. أنا لحد الآن مسوي من عنده 4 معالف ومتر واحد طبعا، المتر الواحد تقدر تشتغل بيه، أنا هسا المتر واحد مسوي من عنده 4 وبعد بيه مجال مال 2، فالمتر الواحد تقدر تسوي بيه أكثر من 4 معالف أو 3 معالف تقدر تشتغل بيه أكثر، وإذا كان معلف كبير فأنت بعد حسب استخدامك إليه. بالنسبة للإخوان يسألون عن المعلف، هذا المعلف المناسب لأفراخ السمان، غير معلف ما أنصحكم به، هذا المعلف المناسب والصحي بنفس الوقت واللي يوفر لك العلف. إن شاء الله يكون الشرح عجبكم والشغل عجبكم والفيديو عجبكم، فلا تنسونا من الاشتراك أو الإعجاب وتفعيل زر الجرس، وأي استفسار عندكم تركونا تعليق وراح نرد عليه بأسرع وقت إن شاء الله.